وزير خارجية النمسا يبحث مع نظيرته الفنلندية التهديدات الروسية. مقتل طالب لجوء إيراني في سويسرا بعد احتجازه رهائن. ديوان المحاسبة ينتقد العمل الإعلامي في ظل حكومة كورتس. وزير الداخلية النمساوي يوضح تفاصيل بطاقة تحوي 40 يورو. والتحقيق مع إمام عربي قام بنشر دعاء للمقاتلين في غزة. وأخيراً غرامة رمزية لشرطي نمساوي أدين بقتل شاب بالخطأ. مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ على تعزيز التعاون ومناقشة التحديات الأمنية بما في ذلك التهديدات الروسية خلال لقائه مع نظيرته الفنلندية إلينا فالتونوفا. وأكد شالنبرغ على أهمية التعاون لمواجهة هذه التحديات خاصة مع فنلندا الجارة لروسيا، وأدان الوزير استخدام روسيا الهجرة للتأثير على الاستقرار الأوروبي مشيرا إلى جهود مشتركة لمواجهة ذلك. وأكد الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات. أطلقت الشرطة السويسرية النار على طالب لجوء إيراني الخميس، وذلك بعد احتجازه 15 رهينة في قطار لأربع ساعات. وأفادت الشرطة أن جميع الرهائن تم تحريرهم دون إصابات ولم يكشف بعد عن دوافع الإيراني، وأكدت الشرطة أن التحقيقات مستمرة وقد تم تنفيذ التدخل عندما اقترب المسلح من شرطي بفأس، وبدأت الحادثة بعد الساعة 6 مساء وانتهت بعد 10. وتم التواصل مع الإيراني عبر تطبيق واتساب وبمساعدة مترجم. كشف تقرير لديوان المحاسبة الحكومية عن تجاوزات في حكومة الائتلاف بين حزب الشعب وحزب الخضر في فترة سيباستيان كورتس. ويتعلق الأمر بالنفقات العالية ونقص الكفاءة وتحديدا في الإعلام والإعلانات السياسية، حيث رصد المحققون استخدام أموال غير مبررة ونقص في الوثائق. وطالب التقرير بإعداد استراتيجيات اتصال محددة وتوثيق شراكات تعاونية بشكل جيد. وسيواصل المحققون تقاريرهم حول شفافية التكاليف في العمل الإعلاني ببلدية فيينا، مؤكدين التزامهم بالشفافية والمساءلة. قال وزير الداخلية جيهارد كارنر أنه من المتوقع أن تكون بطاقة الدفع الجديدة لطالب اللجوء متاحة في يونيو المقبل. وتهدف الفكرة التي أطلقها حزب الشعب إلى جعل الهجرة أقل جاذبية، لذلك يتم التركيز على تقديم الخدمات العينية بدلا من النقود، وتبقى المساعدة للأوكرانيين غير متأثرة حسب توجيهات الاتحاد الأوروبي. وتسعى الحكومة لتحفيز استخدام الخدمات العينية وتقليل فرص استخدام النقود في أنشطة مثل تحويل الأموال للمهربين أو لأهلهم في بلدانهم الأصلية. أثارت عدة منشورات على الفيسبوك لإمام مسجد السلام في فيينا لاستياء بعد ذكره عبارات تحريضية ضد اليهود حسب ذكر صحف نمساوية. وكان الإمام من أصول مصرية قد نشر منشورات صنفت في الصحافة على أنها معادية للسامية تتضمن تهديدات لليهود، وقال بيان للهيئة الإسلامية في النمسا بأنها ستحقق مع الشخص المعني. وطالب رئيس الجمعية الثقافية الإسرائيلية أوسكار دوتش بترحيله إذا كان يهدد الأمن، وطالب بمنعه مجددا من الخطابة. أصدرت المحكمة الإقليمية في سالزبورغ حكما نهائيا بشأن حادث تصادم بين سيارة شرطة وسائق دراجة نارية شاب في سالزبورغ في العام 2021. وتم إدانة الشرطي بالقتل الخطأ
وفرض عليه غرامة مالية قدرها 1320 يورو بدلا من السجن لمدة شهرين، وذلك بعد استئنافه ضد حكم سابق. وكان الحادث قد وقع خلال مطاردة دراجة نارية، حيث سقط الشاب تحت سيارة الشرطة وتوفي لاحقا. وانتقدت والدة الشاب الشرطة بشدة، معتبرة أنه كان بالإمكان تجنب الحادث. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.